البحث عن فرصة عمل دفع أكثر من 1500 خريج وخريجة من مختلف التخصصات للتقديم في هذا المعرض. تم اختيار 400 منهم يتنافسون بمؤهلاتهم بالعديد من الشركات الخاصة في معرض حضرموت الوظائف بنسخته الثانية التي ينظمها نادي الخريجين بالمكلا. يهدف المعرض إلى الربط الوظيفي بين أرباب العمل وكذلك الخريجين الباحثين عن فرص في سوق العمل، كذلك يعزز ثقافة الاستعداد والجدية لدى الخريجين في تزودهم بالمهارات والأدوات والقدرات اللازمة التي يبحث عنها أرباب العمل في للاستفادة منها داخل شركاتهم وكذلك لتطوير عجلة الاقتصاد المحلي في المحافظة. أكثر من 20 شركة خاصة أعلنت منح 150 وظيفة مختلفة بعد خوض الخريجين مرحلة تحديد المستوى والمؤهلات. حسن محمد يقدم كل ما لديه من الخبرات ليضمن فرصة العمل لخمس سنوات، ظل ينتظر للحصول على وظيفة بعد مرحلته الجامعية. لي أنا خمس سنين أنا أبحث عن عمل، لكني لم أجد الفرصة المناسبة، لكن اليوم أتاحت لي الفرصة المناسبة للتواجد في هذا المعرض الوظائف حضرموت. شاركنا اليوم بعدة وظائف بإذن الله في هذا المعرض الجميل، ومن خلال بإذن الله المقابلات الشخصية لعدة سيفيهات وعدة متقدمين، ورح نختار بإذن الله أكبر قدر ممكن من السيفيهات المميزة. وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع المعيشي، يسعى هذا المعرض لخلق فرصة عمل للكثيرين، ويؤكد المشاركون ضرورة توفير الوظائف الحكومية بعيدا عن المحسوبية والمناطقية والحزبية. زكريا محمد، قناة المهرية، المكلا.